السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، هذا أخوكم السيمو يعود إليكم من جديد. إخواني المشاهدين، واحد الفيديو اللي دار ضجة إخواني المشاهدين مدينة فرنسا، واحد قبل ما غادي تشوفوا بعدا معايا لا فيديو اللي عمرو شافنا، يعني غير يضغط على زر الاشتراك وضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد، وهذو اللي التحقوا بنا جداد شكرا ومرحبا بكم في القناة ديالكم قناة سيمو جرماني فلوغ، واللي قدام معنا مرحبا بكم وكنرحب بكم ديما. اخوان المشاهدين، واحد الفيديو دار ضجة مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك في يوتيوب في تويتر في الانستغرام، مهم اللي واحد كيما نقولوا واحد لابارتومون في مدينة فرنسا، وهذيك المدينة اللي سميتها كرينوبل اخواني المشاهدين، وهاد المدينه هذه يعني كاين شقق، وهاد الشقه اندلعت فيها النار اخواني المشاهدين اللي هو حريق، والام ديالهم ما قدرتش كي غادي دير، عندها زوج ديال الاطفال، واحد عنده 10 سنين اخواني المشاهدين، واحد قريب نفس اللاج ديالو، يعني كي دارت يعني لحتهم رمتهم مع السرجم، وكانوا سبحان الله العظيم غادي تقولوا من انقذهم، شكون هما اللي نقذوهم؟ اللي نقذوهم ديما عرب، ديما كيكونوا عرب، ديما كيكونوا اما مغاربه ولا عرب بصفه نهائيه بصفه عامه، وهاد العرب هادو كانوا غير فايتين من تما وشافوا واحد الطفل كما غادي تشوفوا معايا في الصوره هنايا، شافوا واحد الطفل اللي مدلي اخواني المشاهدين من البالكو، وهما يعني تشجعوا، ربي كيعطي الشجاعه، هذا اللي نقدو سميتو وليد عثماني، غادي تشوفوا معايا عاوتاني التصريح ديالو، انه كانوا لتحت في البالكو بقاو عليه تلقاتو وشدوا الاول، وشدوا اخواني المشاهدين حتى الابن الزوج، وما صرا لهم حتى شي حاجه، ما صرا لهم حتى شي حاجه اخواني المشاهدين. وفي نفس الوقت السيد هذا اللي سميتو وليد عثماني تهرس من يده بكثرة ما يعني الجهد، لا فورس والجهد ديال دوك الدراري اللي كما كيطيحوا من الطابق 10 متر اخواني المشاهدين، 10 متر كيقولها غير الراس، 10 متر علو، ومن طاحوا يعني شدوهم سبحان الله العظيم، يعني الخدمه اللي كانت غادي ديرها يعني كما نقولوا لا بومبي ولا دوك اللي كينقدوا اخواني المشاهدين، الخدمه اللي كانت غادي ديرها هذيك يعني، وكان هما عاد سناوهم وجاو وكذا، وكراهم اللي مات واللي توفى، ولكن هذوك الدراري هذو كانوا تما نتاع الحي، يعني واحد الدراري اللي ديال الحي نقدوهم والحمد لله. ومهم غادي تشوفوا معايا لا فيديو، شوفوا معايا لا فيديو من بعد نولي لكم. شوفوا اخواني اخواتي الكرام، شوفوا هانتوما سبحان الله، الام ديالو بكثرة الحريق شداه، شوفوا اخواني المشاهدين وتلقاتو باش تسلكم، شوفوا حنان الام، شوفوا الجيران، الناس اللي كانوا فايتين من تما اخواني، هانتوما اخواني اخواتي، شوفوا الطفل الزوج، شوفوا الزوج حتى هو شداته هكذا من النافذه وقاو عليها غير تلقيه، شوفوا تلقاته سبحان الله العظيم، ولم يمسهم ممسهم حتى شي حاجه، سالمين غانمين، شوفوا حنانة الام تهلاو في والديكم، وضحات براسها، هي ضحات براسها، والان رحمها الله ضحات براسها اخواني المشاهدين، سبحان الله تهلاو في الامهات ديالها. اخواني المشاهدين، اخواني اخواتي، شفتوا لا فيديو، يعني هذا الشيء يعني صادم، راكم شفتوا لا فيديو هنا واخا من انا حطيته لكم، ولكن يعني هذاك الشيء راه صادم، يعني رمى الاول ورمى الزوج، ومع العلم ان الوالده ديالهم سبحان الله الله يرحمها توفات، شوفوا الحنانة ديال الام، حنانة الأم ما كتعوضش عفوا نهائيا، شوفوا حنانة الأم إخواني أخواتي، شوفوا حنانة الأم، يعني هي باش ما يتشوفوا، باش فكرت باش ما يتحرقوش، رماتهم على البالكو، شوف ربي جاب لهم بحال شي مالك ولا شي حاجة، يعني لقاو السبب، الله سبحانه وتعالى السبب، يعني كيكذب عليك الكذاب، واخا تكون في وسط السبوعة، تكون في وسط ما عارفين، ما كتبلكش الله سبحانه وتعالى غادي تموت ما غاديش تموت، يعني كانوا تحت دوك ولاد الجيران ولا الناس كانوا فايتة ونقدوهم، وسقت هي ضحات براسها وهي توفات في ذاك الحريق، يعني اللي كان واحد الحريق كيما نقولوا
مولع يعني حريق بزاف ما عندهمش كيديروا الباركو داك الشيء ومغموق يعني تفات تما وسبحان الله العلي العظيم الاولاد ديالها عاشوا. راكم شفتوا معايا اخوان المشاهدين ان هذاك يعني منظر مروع يعني ما يقدرش الانفاس ديالك تحبس. هذه من جهه. من جهه اخرى بلا ما نطول عليكم لا فيديو غادي نخليكم تشوفوا الروبورتاج وتشوفوا التصريح ديال هاد وليد عثماني اللي قال لك اسيدي كانوا غير فايتين ويعني ما دارش بالو باللي غادي يكون هذاك الشيء. خطره وحده لقى شاف ان واحد الولد مدلي من البالكو يعني صافي دار لهم الله سبحانه وتعالى الشجاعه قال لهم قال له نقز وجابوا الولد نقى هذاك الدري نقد راسه ونقد اخوه. اخواني المشاهدين هذاك الدري سبحان الله تعالى اللي عنده 10 سنين نقد راسه ونقد اخوه ولكن الام ديالهم ما حالفهاش الحظ باش عرفوا حنان الام. راه الام ما تعودش نجيو صراحه الام راه ما كانش اللي يحس بيك واخا انت كبير عندك 70 عام 80 عام 30 عام 40 عام واخا عندك زوجه واخا الزوجه ديالك تبغيك لاقصى درجه ولكن كما نقولوا الام الا كنت مريض ما غادي تحس الام ديالك ديما تسولك فين راك واش راك دير. المهم حالة الام ما غاديش اللي عنده الام يا رب العالمين يخليها له يا رب العالمين يخليها له واللي مريض الله يشافيها له واللي ماتت الله يرحمها ويوسع عليها الرحمات ويدخلها فسيح جنته. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله يعني هذا الشيء غريب. شوفوا هذوك زوج ديال الاطفال الله سبحانه وتعالى كون لهم عمر جديد. اخواني المشاهدين غادي نخليكم مع الله فيديو ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد وتحياتي لكم. شوفوا التصريح نتاع هذا السيد اللي سميتو وليد عثمان. تحياتي لكم في فيديو قادم ان شاء الله. نظرت من النافذة ورأيت أناسا يصرخون في الأسفل لم أعرف السبب، ثم سمعت أطفالا يصرخون قائلين إن المفاتيح ليست معهم. فكرت في النزول لمساعدتهم وطلب منهم القفز. الكل كان ينادي عليهم اقفزوا اقفزوا وكنا نقف في الأسفل لنلتقفهم. كانوا شجعانا. الشخص الأكبر ألقى بالطفل والتقطناه ثم طلبنا من الشخص الأكبر أن يقفز.